مبروك لنا ولكم ان شاء الله يا رب. على طول هيك الخير والفرح على طول نجتمع فيه يا رب. علاش اختاريتي دير مطعم بالضبط في المغرب وماشي في لبنان؟ لا ان شاء الله في لبنان وفي مغرب وفي دبي وفي اوروبا، ما بس هيك ان شاء الله، بس شوي شوي كوني انا هلا موجود بالمغرب ان شاء الله في سلسله افكار كان بلبنان، لانه لبنان هلا الوضع تبعه ما منيح، في بدبي في اوروبا ان شاء الله. اللي بيشتغل صح في فلوس، وين ما كان، كان بالمغرب ولا كان بحي الله بلد، اللي بيشتغل صح ما بيو يعني الياس، مهم ما يركب الياس ودار لك ورا حلمك توصل اللي بدك اياه. الحمد لله هلا نحن هيدي كافيه ريستورون، هذا المشروع الاول تاعي، والحمد لله كان عندنا فيلم مع سعيد النصيري، استاذ سعيد النصيري، استاذ طلعت زكريا، عندنا ثلاث اغاني جداد، يعني عندنا مشاريع كتير حلوه. مثل ما عم اقول لك انا عم بشتغل واتعب، انا بشتغل كل يوم عشان يكون انا واضح، انا بشتغل كل يوم حتى اقدر اعمل كل هالشيء. مثل ما قلت لك في تعب كتير بس الحمد لله في نتيجه. والله الحلم ديالي انه انا نضلنا بألف صحه، الصحه اهم شيء، يخلي لي ابني واهلي ومرتي ويخلي كل اولاد الناس يا رب، الصحه اهم شيء، ما فكر غير بالصحه، كل شيء بيجي لبعدين. ان كان الحلم، في احلام كتير كل واحد بيحلم، كل اي شخص بيحلم ان تحقق ولا ما تحقق، مهم يكون الصحه، وان شاء الله كل اللي بيتحقق يا رب. وخن في شي خبر طلقك من خوله عمر، الناس كيقولوا انكم انفصلتوا ما بغيتوش تعلنوا على الخبر، شنو ردك؟ بس تيجي خوله شو بدك اعمل لحتى تصدقوا انه انا وخوله؟ لا الحمد لله انا وخوله بالف خير، بألف ألف خير، ما في شيء. وبس نطلق صدقيني أنا أول شخص أطلع أقول أنا طلقت، لأنه هذا اسمه نصيب، وخولة بتدل كيف ما كان ابني. بس الحمد لله ما في شيء. هلا كنت عم اتخانق معهم، إلا لا تأخرت الناس عم تحكي، لا هي جاية على الطريق الحمد لله بألف خير. وقت راحت خولة راحت إنه خلص بدها تعمل عملية، وأنا تركتها على ريحتها، قلت لها ليش تشيل وكذا وتشيل، خليكي على طبيعتك تعمل عملية، هي عملية حتفوت، كانت هي المفترض تكون ساعه ساعه ونص، بس ضلت اكثر لحتى يعملوا فحص للغده لا سمح الله كان فيها شيء ولا لا، ضلت 3-4 ساعات. قلت لها خليكي على ريحتك تصوري، وصدقيني بالغلط يعني نسيتهم، الحمد لله تصورت، ومهم هي بألف خير، هذا اهم شيء. خوله ان شاء الله الله يطول بعمرها وتدلى بهالهمه وتنتبه على جاد وعلي ويخلي لها اهلها يا رب. حتى لو مقصرة إن شاء الله بيجي وقت ما بتقصر، لأنه هلأ هذا عمرها سنة صغيرة ملتهية شوي بالفن، مهم هي ما تقصر مع ابنها، هذا أهم شيء، لأنه أنا بستحمل وهي بتستحملني، بس الولد أهم شيء، والحمد لله ما عم تهمنا اثنين سوا. بزاف الحويجات كيوقعوا ملي ما كيلاقيناش الفن كتلاقينا الماكله، دابا حنا تجمعنا على الماكله، وبيني وبينك خوله بن عمران راه غير فيها الجوع، وكاله اكبر وكاله شتها في الدنيا، الزيارات راجله باش يدير لها ريستورون غير تاكل فيه غير هي. انا ما كناكلش. اكبر وكاله، شوف اللي ما كياكلش كيقول لك راه ما كناكلش، انا اللي شتها بعيني 25 زلافه ديال الحريره وسبعه البسطيلات، بسم الله ما قالتهاش، ولكن بروفيتات فهاد السيد ودار لها ريستورون، الله يسهل ويجيب التيسير، ولكن مزيان ناكلوا معاه حتى حنا. يصلح يكون شاهد في شي حاجه زعما كي شوف انا راه فيا 12 شاهد، واللي قلتها راه كاينه ونتحداكم، حيدوا الكاميرا وديروا كاميرا كاشي كتضرب 25 زلافه في رمضان. ولكن رمضان كله. اي رمضان كله. شتي انا جيت معك دابا في الاخر. شتي دابا. حنا فرحانين في هذه المناسبه. نعم. كبرتي بينا الله يكبر بك، شكرا والف مرحبا. الله يحفظك وشكرا. شكرا بزاف لانني جمعتكم شحال هذه وانتم ما متفارقين، انت خدامه في بروجي هو في بروجي.
انت كديري الاغنيه هو مسكين خدام هنا. ان شاء الله كاين الجديد. تحيه لكم وتحيه للناس اللي متبعين لوسيت انفو. هادشي كلشي اللي بان لك هنا راه حتى واحد ما مخلص. المحل ديالو هذا المحل ديالو اكيد. مرحبا. الله يحفظك. شوف الفنانين كيديروا لو جيست ولكن غير ما يعيقوا شي شويه. اليوم الافتتاح غدا يجيبوا الصرف. شكرا بزاف ومرحبا بك. كنقول لهم مبروك، انا فخوره به. مبروك ان شاء الله من نجاح لنجاح، وان شاء الله مشاريع قادمه ان شاء الله احسن من هكا. انا الحمد لله كنت متابعه بصحه جيده. العمليه كانت ناجحه جدا بحال اللي كتشوف. انا مزيانه الحمد لله. انا ندخل كيما بغيت، ندخل بالضفار، ندخل بالشفران. ما لطالما الدكتور ما قال لي حتى شي حاجه فهذه كتعني ما اثرش عليا. ولكن الحاجه الوحيده تركزي عليها شوفي اللبسه اللي ضاربه كي دايره. الحاجه اللي خصك تركزوا عليها نتوما البنات هي اللبسه ديال الخوله بن عمران كيفاش كاينه. اللوك ديالي ديال لا مارك بالمان، من عند خديتها من عند كاتي، وانا اللي كنختار الستيل ديالي، اللوك ديالي انا اللي كنختاره بيدي.